السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. من بداية اليوتيوب كفكرة، وهو فكرة حرة لأصحاب الفكر الحر، اللي شايف نفسه يقدر يعمل حاجة او يساعد في نشر حاجة، او عنده محتوى هادف ومحتوى محترم. كان ومازال اليوتيوب منبر لكل من له رأي، وصوت لمن ليس له صوت، وداعم لكل مبدع وفنان. وسبب انجذابنا لليوتيوب كمشاهدين وصانعين للمحتوى جه من حريته ومصداقيته في تدوين كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة، حتى لحظاتنا الأسرية والشخصية. وأتمنى كناشرة وصاحبة محتوى وصاحبة قناة مفعلة ومحتوى هادف يستهدف الكثير من الناس، ألا يتحول اليوتيوب لمنطقة محاصرة ومراقبة من أي جهة أيا كانت هذه الجهة، حتى لو جهة إخبارية أو غيره. وفكرة ان اصحاب شركات الاخبار يكون ليهم الحق في اكواد قنوات اصحاب المحتوى والتحكم فيما بينهم وبين اليوتيوب، امر مرفوض بالنسبة ليا كصاحبة محتوى. وارى دايما ان اليوتيوب جهة حرة، واتمنى انها تبقى حرة للاراء الحرة. ومش شايفة ابدا من قريب او من بعيد انه يوجد اي داعي لاستغلال شركات الاخبار في استراليا او غيرها من العالم لليوتيوب ومحتوى الناشرين في صنع المعلومات، لسبب بسيط جدا، ان في وسائل اخرى كتير جدا ممكن استخدامها واستغلالها غير اليوتيوب. ومن قناتي ومن منبري هذا ارفض رفضا شديدا لهذا الامر، لانه سيضر اليوتيوب ككيان اكتر منه لنفعه، لانه ما ينفعش ابدا ان المنبر يتحول لعدسة تلسكوبية نتجسس بيها على اصحاب المحتوى واراء الناس، فطبيعي جدا هينصرف الناس تباعا عن اليوتيوب للأسف، وتبدأ رحلة البحث عن مكان اخر للحرية. اتمنى رسالتي تكون وصلت، واتمنى تكون مؤثرة. اسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.